الصلاه على هذه الجنازه مفروضه يا عباد الله. كل واحد منا يقول ويجب ان يصلي الله العظيم اربع تكبيرات فرض الجنازه فرض كفايه على هذا الميت الشهيد. نسال الله ان يتقبله من الشهداء. بعد التكبيره الاولى نقرا سوره الفاتحه، وبعد التكبيره الثانيه الصلوات الابراهيميه، وبعد التكبيره الثالثه هناك دعاء للميت يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا ذكرنا وانسانا، اللهم من احيته منا فاحي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على تمام الايمان، وحس المرحوم الذي اجتمعنا من اجله وبسببه بالرحمه والمغفره. اقل الدعاء بعد التكبيره الثالثه ان نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. بعد التكبيره الرابعه نقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا صلاة الجنازة على الشهيد إبراهيم يوسف رحمه الله الذي استشهد في الحوض كفر لها 21